phrase. On leur a annoncé. في الفرقه ديال الحسنيه رغم التاخر ديال المستحقات ديالهم اللعابه بينوا على انهم فريمون راه هما تيستحقوا التوني اللي لابسين وتيبغوا الحسنيه ديالتهم اكثر من الناس اللي خدامين مجرد الناس اللي خدامين فيها والمكتب حتى هو راه الفولورونس تري بيان راه دار المجهود ديالو باش يدبر على مواليد باش يخلص مستحقات اللي هي متاخره هذا الشيء كله ما خصوش ينسينا واحد الحقيقه انه الحسنيه اليوم راه كدوز من واحد المرحله التقنيه وعما قريب هذا الشيء كله غيباسكولي سميتو للشركه وخاص واحد التهيئ لهذه المرحله هذه كتطلب اليوم من الناس ديال سوس الناس ديال اكادير الناس الاعيان ديالها الناس اللي قدروا يعاونوا الفرقه ديالهم بعد ما شافوا المستوى ديال الالتزام وديال التضحيه انا جبلو زعما شابو بال اللعابه كاملين لانه راه هاد اللعابه هما اللي كانوا في الاول ديال البطوله ما جبناش واحد الاخرين راه التحول وقع مع سيريضا يعني كيبين بلي راه اللعابه راه دائما في المستوى مبينه هاد الناس هادو والفريق الاخر اللي كان الاداري نحيه حتى هو راه الفريق الاداري راه كاينين الناس اللي مازال ما تخلصوا 3 شهور كوليجي موسي جو متخوطر سو البريزيدون الستاف اوسي الستاف كذلك كلهم ميديكال وغيره باش اللعابه شويه اللي كاين يوصل لعند اللعابه غير هاد الطريقه هادي ما تقدرش تطول بزاف اذا خاص امكانيات ديال الناس ديال المنطقه اللي عاونوا هذه الفرقه هذه اللي هي ما هي لا فرقه ديال احمد ولا ديال محمد ولا ديال حتى واحد فرقه ديال لا ريجون كلها اي كي بورت لو درابو والسميه ديال الجهه دونك هذا نداء موجه للاعيان ديال المدينه ديال اكادير وديال سوس فين ما كانوا انه يتموبيليزاو كما تموبيليزاو المواطنين العاديين انا راه داك النهار تسمح لي نعاودها جيت المقر لقيت واحد السيد كان معنا سمخلا عضو ديال المكتب جيت وقفت عليه السيد خدا واحد البيو وعاود لي قال لي هاد السيد هذا خدا وريقه ديال 20 درهم قال له خذ واحد جوج الا غادي تعطيهم بيعهم لصحاب قال له والله ما خدام هادي 3 شهور ما خدام وجيت نخلص هاد 20 درهم ايماجيني واحد ما خدام 3 شهور في رمضان في الجائحه ديال كورونا ويجيب 20 درهم ربما يجي على رجليه باش يخلص هذاك التيكي ديالو يعاون الحسنيه ديالته واش الناس اللي عندهم الامكانيات ما يقدروش انهم تاهما يتموبيليزاو مع هاد ليكيب ساشون كو اوجوردي يا ان شونجمون بروفون كي سوبير او نيفو ديال الحسنيه كي فا اي سيربروندر لو موند سبورتيف ديال المغرب اون فو لو غارونتي وهذا الشيء كله هاد التحول اللي اليوم غاديين فيه راه بفضل السيد الوالي اللي هو في حقه بالتوجيهات ديالو والدعم ديالو الحسنيه غاديه كتغير نقول لكم كذلك ان الحسنيه راه فيان داكيرير ان تيرا باش دير واحد الاكاديميه ديالها الشيء اللي كان صعيب هذه المده كلها ودار دابا بالفضل ديال السيد الوالي والناس الاخرين اللي خدامين هذا الشيء كله غادي يدير واحد التحول كبير في الحسنيه وفي الرياضه ديال كره القدم في الجهه انا كنشكر السيد الوالي والاخوان والطاقم والادارات اللي تعاونوا معنا كنشكر اللاعبين بالخصوص على التضحيات اللي داروا كنشكر ستاف ميديكال اللي سمح في حقه في الاجر ديالو والناس ديال الاداره وكنعاود نوجه نداء هاد الفرقه هادي راه ماشي ديال غير الناس البسطاء هاد الفرقه هادي راه ديال السواسع كلهم فين ما كانوا بالامكانيات ديالتهم ينوضوا يدعموا الفرقه ديالتهم لا كوب ما بعيداش علينا راه ملي توصل للدمي فينال راه براتيكمون راه في الكاري اللي هو صغير البطوله حنا كنا البارح كان زعما نقولوها لكم صراحه كارد فينال كارد فينال لا كارد فينال فيه حنا زعما عندنا طموح اننا نربحوا يعني لا ربحتي ستام ماتش مازال دخول جوي دخول جوي غادي تجي كارد فينال كارد فينال الا وصلتي راك زعما في الثمانيه الاخرانيين ديال العمليه البطوله راه في الاول ديالها راه نتوما عارفين راه كانت كنا كنقولوا غير نفكوا ريوسنا ما نزلوا للدوزيام ديفيزيون اليوم شوفين حنا كاينين بالفضل ديال العمل ديال هاد الاخوان هذا شكرا للجميع شكرا والشامبيونات هي